السلام عليكم اختر كده. من اجمل حاجات عندنا يا جماعه في فريق احلى شباب ان اي متطوع او متطوعه من الناس المجتهدين في الفريق لما بيتوفاهم الله اصحابه في الفريق ما بيناموش لحد ما يجمعوا له صدقه جاريه، ومن خير الصدقه سقي الماء، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالماء. فعندنا اختنا الغاليه استاذه سلمى حسين رحمها الله من فريق بنات احلى شباب اسيوط رحمه الله قريبا جدا، وفور معرفتنا به خبر وفاتها، فزمايلها في الفريق ما ناموش الا لما جمعوا لها مش وصله واحده ولكن وصلتين عشان تكون صدقه جاريه عنها اهو، ويتم تنفيذهم يوم الجمعه 11/9/2020 في القافله 55 من قوافل احلى شباب. تعالوا نشوفها كده مع بعض يا جماعه. ده المفروض المصدر الاساسي بتاعها اهو زي ما حضراتكم شايفين، طالعه وصلتين، ادا وصله في اليمين اهو، وصله طويله في الشمال داخله البيتين، ده البيت الاولاني اهو وده البيت الثاني. وتعالوا اما نشوف الحنفيات جوه بسرعه مع بعض. دي الحنفيه الاولى اهي ان شاء الله بتاعت الوصله الاولى في البيت الاولاني من الصدقه الجاريه لاختنا سلمى حسين. تعالوا نشوف البيت الثاني. وده البيت الثاني اهو، دي وصفه الميه الثانيه لاختنا سلمى حسين. ربنا يا رب يغفر لها ويرحمها ويجعله في ميزان حسناتها وتكون صدقات جاريه لها، وربنا يتقبل من كل ساهم فيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.